صباح الخير. كيف شفنا جميع الدرس ديال اليوم بوبلوموس، دابا وصلنا للوصفه. ناخذ واحد تقريبا واحد 15 كروفيتا اولا نص كيلو كروفيت تقريبا ولا ربع كيلو، غادي ناخذهم غادي نفورهم في الكسكاس نحيدوا لهم الجلفه. من بعد غادي ناخذوا البومبلوموس نحيدوا الجلفه ونقطعوا دوك الشنين فات بلا جلده ديالو، يعني سال الشنين فات بلا جلده ديالو. من بعد غادي ناخذ واحد شويه ديال الشلاضه ونقبطوا شويه ديال المايونيز شويه ديال الحامض وشويه ديال كاتشب والملحه والبزار ما تنساوش، ونقبطوا البومبلوموس كنقطعوه طريفات طريفات وكنخلطوه مع هذا المايونيز والكروفيت وكنخلطهم وكنحطوهم واحد الكويسات. نتمنى توفقوا في هذه الوصفه ونتمنى لكم شهيه طيبه. بالسلامه عليكم.